ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. قال البرلماني السابق محمد أبو درير في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الوهاب باللفقيه بين الحياة والموت بسبب طلق النار. مصادر مقربة من باللفقيه أكدت أنه تعرض لطلق النار في الساعة الأولى لصباح يوم الثلاثاء 21 شتنبر الجاري، وأنه يوجد في العناية المركزة بمستشفى العسكري بقلميم. المصدر ذاته أوضح أن السلطات الأمنية استنفرت كل مصالحها للوقوف على ملابسات القضية، فيما والي الجهة توجه للمستشفى للوقوف على الحالة الصحية لبلفقيه. الحدث المعلن عنه يأتي ساعات قبل الموعد الذي حددته السلطات المحلية بقلميم لجلسة انتخاب رئيس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه، في حين أكدت مصادر أخرى أن الأمر يتعلق بمحاولة انتحار وليس محاولة قتل. وأرجع المصدر نفسه محاولة انتحار باللفقيه إلى ما سماه بالضغوط التي مورست عليه في الآونة الأخيرة والتي أصبح معها يتناول مهدئات.